بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 11 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات. تقول المرسلة سعاد: أختنا لها قضيتان، الأولى أنها كانت حاملة وأصيبت بحمى شديدة، فذهبت إلى أحد الأطباء وقال: إنني سأعطيك علاج لكنه سيتسبب في إسقاط الجنين، وإذا لم تأخذي هذا العلاج فإنك ستهلكين. وحينئذ استعملت العلاج وكما قال الطبيب فقط الجنين، فهل علي من إثم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إنه لا يجوز للمرأة إسقاط حملها، وهو ما يسمى بالإجهاض، ويتأكد تحريم إذا نفخت فيه الروح وتحرك بعد الأربعة الأشهر، فإن إجهاضه حينئذ يكون قتلا لنفس محرمة، لا يجوز قتلها. وما قبل ذلك أيضا إنه لا يجوز إسقاط الحمل إلا لعذر شرعي، إذا كان هناك مرض شديد واحتاجت إلى إسقاطه بتقرير الأطباء وكان قبل نفخ الروح فيه فلا بأس بذلك. أما بعد نفخ الروح فيه وحياته فهذا كما ذكرنا قتل نفس، لا يجوز إلا في حالة ضرورية جدا، يعني يخشى عليها من الهلاك. فإذا كانت السائلة صادقة في أن الأطباء، لا يكفي طبيب واحد، لا بد من قرار أطباء أو هيئة طبية تجمع وتتفق على أن بقاء هذا الجنين بهذه المرأة يفضي إلى موتها ويتسبب في موتها، فهذا ضرر محقق أو يغلب على الظن حصوله. ففي هذه الحالة يجوز لها إسقاط الجنين لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. في هذه الحالة الضرورية يجوز، لكن لا بد أن تقرر هيئة طبية أو لجنة طبية متخصصة لأن بقاء هذا الجنين يتسبب في موت هذه المرأة، حينئذ يجوز إسقاطه. أما إذا كان إسقاطه من باب التخلص منه، أو كان إسقاطه لأمر مظنون أو بتقرير طبيب واحد فقط، فهذا لا يجوز بتاتا بعد نفخ الروح فيه. جزاكم الله خيرا. إذا ماذا عليها وقد فعلت شخصا؟ لو تكرم. إذا كان على ما ذكرنا من أنه حالة ضرورة أو تقرير لجنة أو هيئة طبية موثوقة فلا حرج عليها في ذلك. أما إذا كان بدون تقرير لجنة طبية موثوقة وكان قد نفخت فيه الروح، ليس عليها إلا التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليها أيضا الدية، دية الجنين إذا طالب بها ورثة الجنين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا تقول: إنني أصلي النافلة على هذه الطريقة، أصلي 4 ركعات قبل الفجر و4 ركعات في الضحى، وركعتين قبل صلاة الظهر وركعتين بعده، وقبل العصر أصلي 2 ركعات، وبعد المغرب كذلك، ثم بعد صلاة العشاء أصلي الشفع والوتر، فهل أنا على صواب؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نعم، هذا الذي ذكرته السائلة يتكون من رواتب مع الفرائض ومن نوافل مطلقة. الرواتب هي 2 أو 4 ركعات قبل الظهر والأربع أفضل، وركعتان أو 4 ركعات بعدها والأربع أفضل، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر. هذه رواتب، والعصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعد، ولكن من صلى قبلها فهذا مستحب،
وكذلك ما ذكرته من أنها تصلي الضحى هذا من النوافل أيضا غير الرواتب، كذلك ما ذكرته من أنها تصلي الوتر بعد صلاة العشاء وهذا أيضا سنة مؤكدة، فالوتر سنة مؤكدة ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر في أي وقت أوتر المسلم فقد أداه في وقته، وتأخيره إلى آخر الليل أفضل إذا أمكن، وإلا فإنه يصليه في أول الليل. فعلى كل حال ما فعلته السائلة أمر طيب ومشروع والحمد لله. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف خاء ولام، تقول: أصيبت والدتي بالشلل وأمضت سنتين في المستشفى وكانت لا تصوم ولا تصلي إذ هي غير مستطيعة، فماذا عليها جزاكم الله خيرا؟ أما الصيام فإنها يرخص لها في تركه ما دامت مريضة إلى أن تستطيع القضاء بعد ذلك وتقضي. أما الصلاة فإنه لا يجوز للمريض أن يتركها على أي حال كان، ولكنه يصلي على حسب حاله كل صلاة في وقتها، لقوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية: فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. فإن استطاع أن يتوضأ ويتطهر بالماء وجب عليه ذلك، وإن لم يستطع فإنه يتيمم، قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والمريض مثل العادم للماء، إذا كان لا يستطيع الوضوء فإنه يتيمم بالتراب ويصلي. الحاصل أنه لا يترك الصلاة ولكنه يصلي على حسب حاله، وإذا احتاج للجمع بين الصلاتين فإنه يجمع الظهر مع العصر في وقت إحداهما، ويجمع المغرب مع العشاء في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا حسب الأرفق به. وإذا صلى قاعدا فإنه يومئ بالركوع، وإن كان يستطيع السجود سجد على الأرض، وإن كان لا يستطيع فإنه يومئ أيضا بالسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه بالإيمان، يومئ برأسه بالركوع والسجود. وإذا كان على جنب فإنه يكون مستقبلا القبلة ويومئ أيضا برأسه للركوع والسجود. دل هذا على أنه لا تسقط الصلاة عن المريض بحال من الأحوال ما دام عقله موجودا، أما إذا ذهب عقله فإنه لا صلاة عليه. ما ذكرته السائلة من ترك أمها للصلاة إن كان مع وجود عقلها وتفكيرها هذا شيء لا يجوز، ويجب عليها أن تقضي هذه الصلوات التي تركتها. وبالمناسبة ينبه جميع المرضى سواء كانوا في المستشفيات أو في بيوتهم أو في أي مكان لا يترك الصلاة مهما اشتد بهم المرض، ولكنهم يصلون على حسب أحوالهم، حتى ولو كان على ثيابه نجاسة ولا يستطيع أن يتخلص منها فإنه يصلي ولو بثياب النجسة، وحتى لو لم يتطهر بماء ولا تراب لعجزه عن ذلك ولعدم من يأتي له بالتراب والصلاة سيخرج وقتها فإنه يصلي على حسب حاله ولو بدون وضوء ولا بدون تيمم، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الحاصل أن الصلاة لا يجوز تركها ما دام العقل والتفكير موجودا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: أخوكم في الله عين حاوو من الرياض يسأل تفسير آيات من القرآن الكريم هي قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه آيات عظيمة من أول سورة المؤمنون، ذكر الله فيها صفات عظيمة من صفات أهل الإيمان، وأخبر أن من اتصف بها فقد أفلح أي نال الفوز والسعادة والنجاة، ثم أيضا وعده في آخر الآيات بقوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذا خبر من الله سبحانه وتعالى محقق، قوله قد أفلح المؤمنون هذا خبر محقق من الله سبحانه وتعالى، لأن قد حرف تحقيق مع أنه وعد من الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يخلف وعده. والإيمان ضد الكفر، الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وللمؤمن الإيمان خصال كثيرة، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
وكل طاعة لله سبحانه وتعالى وكل طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة الرسول طاعة لله سبحانه. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. كل طاعة فإنها من خصال الإيمان، كما أن كل معصية فإنها من خصال الكفر وخصال النفاق. وفي هذه الآيات ذكر الله خصالا عظيمة من خصال المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع لله سبحانه وتعالى في الصلاة هو الإقبال، إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى، والخضوع لعظمته سبحانه وتعالى خوفا منه ورجاء، خوفا من عقابه ورجاء بثوابه، بأن يصلي وهو حاضر القلب بين يدي ربه عز وجل، يرجوه ويخافه ويعظمه ويجله ويكبره سبحانه وتعالى كأنه يرى الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الصلاة التي ليس فيها خشوع كالجسد الذي ليس فيه روح، جسد ميت وصلاة ميتة صورية لا حقيقة لها. والمقصود من الصلاة هو الخشوع لله عز وجل وحضور القلب، ولا يكتب للمسلم من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه فيه منها. والنبي والله سبحانه وتعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن السهو عن الصلاة خروج القلب منها وانشغاله بغيرها. والذين هم عن اللغو معرضون، اللغو المراد به الباطل، كل باطل فإنه لغو، من الكلام القبيح والسب والشتام والغيبة والنميمة، قول الزور وشهادة الزور، ومن الأفعال الوخيمة من فعل المعاصي والسيئات الشهوات المحرمة، ومن فعل البدع والمحدثات أو حضورها كأعياد الكفار وأعياد المبتدعة، لا يجوز عملها ولا حضورها لأنها من اللغو. الله تعالى يقول: وإذا مروا باللغو والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقد جاء تفسير الزور بأنه أعياد المشركين، ولا يشهدون الزور يعني لا يحضرونه. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة المراد بها النماء والطهارة، فالزكاة لغة النماء، يقال زكى الشيء إذا نمى، ويقال زكى الشيء إذا طهر وتنقى من الأدران. وهل المراد بالزكاة هنا زكاة المال التي فرضها الله أو زكاة النفس؟ الظاهر والله أعلم أن المراد زكاة النفس، لأن السورة مكية، والزكاة إنما فرضت، زكاة الأموال إنما فرضت بالمدينة. المراد زكاة النفس بالطاعة. قال تعالى: قد أفلح من زكاها، ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، قد خاب من دساها. فالمراد هنا تزكية النفس بالأعمال الصالحة. وكذلك زكاة الأموال أيضا فرضها الله سبحانه وتعالى، وهي ركن من أركان الإسلام، إلى آخر الآيات. والذين هم لفروجهم حافظون، هذه مهمة جدا، حفظ الفروج من الفواحش، وحفظها يعني المحافظة عليها من الحرام، من الزنا واللواط والنظر المحرم، فهم يسترون عوراتهم ويكفون النظر عن ما لا يجوز النظر إليه، ومن باب أولى يجتنبون الزنا، لأنهم إذا تجنبوا وسائله فمن باب أولى أنهم يتجنبونه. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، أي لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي إلى الزنا. حفظ الفروج يراد به صيانتها عن الحرام، عن الزنا واللواط، وكذلك النظر إليها بغير ما شرع الله سبحانه وتعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين. الله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأمر سبحانه وتعالى اتخاذ الأسباب الواقية من الوقوع فيه، من غض البصر وحجاب المرأة وعدم سفرها وحدها بدون محرم، ومن عدم الخلوة مع الرجل الذي ليس من محارمها. كل هذا من سد الوسائل المفضية إلى الفاحشة. الذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر الصفات العظيمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات العظيمة، وهي صفات من تحقق بها واتصف بها فقد أفلح، وأعطاه الله سبحانه وتعالى ميراثه من الفردوس. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والفردوس هو أعلى الجنة ووسط الجنة، وسقفه عرش الرحمن، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: إنني كثيرا ما أحاول أن أخشع في الصلاة، لكني حتى الآن لا زلت أتعب كثيرا، هل من طريق تدلونني عليه حتى أكون خاشعا في صلاتي؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن الخشوع في الصلاة هو المطلوب، وهو روح الصلاة ولبها. الصلاة التي بدون خشوع لا قيمة لها،
ولا يكتب له من الأجر إلا بقدر ما خشع لربه في صلاته. قد افتتح الله الآيات التي مر ذكرها، افتتح الله بالخشوع في الصلاة وختمها بالمحافظة على الصلاة، مما يدل على أهمية الصلاة ومكانتها عند الله وأهمية الخشوع فيها، وأن الخشوع هو المقصود من إقامتها. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر مزيتين عظيمتين للصلاة: الأولى أنها تنهى المصلية عن الفحشاء والمنكر، من كان يحافظ على صلاته فإنه يتجنب الفحشاء والمنكر لأن صلاته تنهاه عن ذلك. والصفة الثانية ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة والخشوع بين يديه سبحانه وتعالى، وهذا أكبر وأعظم لأن هذا هو المقصود من الصلاة. وعلى المسلم أن يحاول الخشوع في الصلاة، أن يحاول إحضار قلبه، وإذا أحس من نفسه بشرود عن الصلاة فإنه يرد نفسه إليها ويترك الهواجس والخروج بالأفكار التي تشغله عن صلاته، وإلا قل من يسلم من ذلك. ولكن على المسلم أن يستعيد نفسه ويستعيد فكره وقلبه مع الله سبحانه وتعالى، مع ما شرع الله سبحانه وتعالى من الاستعاذة بالله من الشيطان في أول الصلاة بعد الاستفتاح: استعيذ بالله من الشيطان، من أجل أن يمنع منه هذا العدو الذي يشوش عليه صلاته وتفكيره ويصرف ذهنه عن صلاته. فإذا استعاذ بالله صادقا أعاذه الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الخشوع في الصلاة تدبر كلام الله عز وجل. حينما تقرأ القرآن في الصلاة أو حينما تسمعه من الإمام فإنك تخشع وتنصت وتتدبر كلام الله. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا أنصت المصلي للقرآن في الصلاة، سواء كان يقرأه هو بنفسه أو يسمعه من إمامه وتدبره، فإن هذا يسبب له الخشوع في صلاته. وكذلك من أسباب الخشوع ألا يدخل في الصلاة وهو مشوش الفكر بغضب أو حضرة طعام يشتهيه، أو لكونه قد أحس بأحد الأخبثين البول والغائط، أو في مكان شديد البرد أو شديد الحر، فإن هذه مشوشات تشوش على الفكر، فلا يدخل الإنسان بالصلاة مع وجودها. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. وذلك من أجل أن يدخل في الصلاة وهو حاضر الفكر، ليس عنده ما يشغله، فلا يدخل في الصلاة إلا وقد تهيأ لها واستعد لها بقلبه وفكره وجسمه وعقله وجميع حواسه. نعم، لأنها لقاء مع الله سبحانه وتعالى ووقوف بين يديه، فعليه أن يتهيأ لذلك غاية التهيؤ. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يسأل فضيلتكم شيخ صالح فيقول: هل على بنات خالي أن يحتجبوا عني؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يجب على بنات خالك أن يحتجبن عنك لأنهن أجنبيات لسن من محارمك، إلا إذا كان بينك وبينهن رضاعة محرمة، فحينئذ تكون من محارمهن. قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، في رواية: تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. إذا كان بينك وبينهن رضاعة فإنهن من محارمك ولا يحتجبن منك، أما بدون رضاعة فهن أجنبية، يجب عليهن الاحتجاب منك. نعم، نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة.